نداء لقيادة الاتحاد الوطني، هل تعرفون ماذا يحدث في السليمانية؟ في الرابع من تشرين الأول عام 22 انتشر خبر على وسائل الإعلام مفاده مقتل امرأة من الباكك في السليمانية، والحق أنها ليست المرة الأولى، فهي الشخصية الرابعة التي فقدت حياتها منذ عام في السليمانية، كما تتوصل الغارات الجوية على محيط المدينة دون انقطاع، وكأنها مدينة كازابلانكا تستيقظ على أنغام الانفجارات اليومية. ولو نظرنا عن كثب لوجدنا أن السليمانية تعيش اضطرابات خطيرة، بحيث نستطيع تلخيص هذا الكابوس بالباكك تحفر قبر الاتحاد الوطني وسط تجاهل قادة الاتحاد لهذه الحقيقة. للأسف الشديد، وجود جناح الباكك داخل الاتحاد الوطني منذ تسعينيات القرن الماضي لم يتوانى إصرار الباكك من قص أحد أجنحة الاتحاد، فسابقا كلف زعيم الباكك أوجلان جميل بايك بهذه المهمة، وكان بايك قد حاول بداية البدء من الدكتور فؤاد في محاولة منه لبتر أجنحة الاتحاد. لم ينجح بايك في تحقيق هدفه طيلة التسعينيات ولغاية عام 2010، حيث استطاعت الباكك بعدها بصنع جناح له داخل الاتحاد عوض قضم أحد أجنحته، وهذا موضوع لا طائل تحته. إلا أنه باستطاعتنا القولة إن الاتحاد تلقى ضربة موجعة خلال انتخابات مجلس المحافظات في أيار عام 14، كما تقلصت نسبة أصواتها في الانتخابات البرلمانية بشكل لافت. آنذاك اشتد مرض المرحوم مام جلال، وتدهورت أوضاع الاتحاد وقادته، وتزعزع استقرارهم، والحال أنهم خاسروا غمار المعركة الانتخابية. هذه الاضطرابات والفوضى السياسية والنفسية في أطر الاتحاد فتحت الأبواب على مصارعها أمام الباكك لاختراق منظوماته وهيكلاته آنذاك، وتحت شعار تقديم الدعم والعون للاتحاد ظهرت الباكك على الساحة بشكل لافت وتوغلت بقوة في صفوف جماهير الاتحاد. بعد عام 12 أصبحت الباكك حلقة بارزة وجزءا لا يتجزأ من أجندات إيران في الشرق الأوسط. استطاع بايك تأسيس مجموعة له داخل الاتحاد عن طريق علاقاته الخاصة، فأسماء أمثال آريس عبد الله ووسط رسول إلى آخره ضمن المستوى القيادي لبيشمركة الاتحاد إنقاذوا لبايك وأوامره دون الرجوع لقيادتهم في الاتحاد والانقياد لها، وبالأخص خلال عهد لاهور جنجي عندما كان رئيسا مشاركا للاتحاد. أثرت الباكك على كافة مفاصل الاتحاد وعموم مؤسساته كالإعلام والثقافة والنقابات وقوات البيشمركة والنظام العام والمجال الاقتصادي. استمر الوضع على حاله في حقبة ما بعد لاهور جنجي، والحق أن مؤازرة غالبية كوادر وأعضاء الاتحاد ومساندتهم للباكك كانت وراء عداوتها للبارتي. للأسف لم يروا أن الباكك تهاجم البارتي من السليمانية، هذه حقيقة. فرح البعض من أعضاء الاتحاد وكوادره باعتداءات الباكك على البارتي وإضرارها به، إلا أن فرحتهم كانت خاوية ووهما وضربا من الخيال. فالحقيقة أن الخاسر كان الاتحاد نفسه، فالاتحاد كان يحمل عقربا في جيبه دون أن يعرف أنه سيلدغه في وقت ما دون شك، لأن الاتحاد وهب منزله وكل ما يملك للباكك. وعندما يحاول الاتحاد نيل أي مكاسب أو تعويضات من البارتي كان يشارك الباكك ويشاطرها في قوته. من جانبها كانت الباكك تنظم نفسها كبديل للاتحاد في السليمانية، وهذا ما جعل المدينة تتعرض لموجة اضطرابات أمنية واقتصادية هددت استقرارها نتيجة ازدواجية السلطة. والآن بات ينظر إلى سليمانية كقاعدة ومعقل للباكك، ونظرا لتصنيف الباكك على لوائح الإرهاب الدولية فإن سليمانية ستفقد سلطتها ومكانتها بسبب تواجد الباكك وتمركزها فيها. تملك الباكك في كل حي من أحياء سليمانية منازل علنية وسرية، ويتواجد كوادرها في عشرات المباني في المحافظة تحت أسماء ومسميات مختلفة كالإعلام والدبلوماسيين والاقتصاد والاستخبارات، وغربية كردستان وشرقها وشمالها، والمرأة والرجل والشبيب والسياسة والرياضيين والأكاديميين إلى آخره. فوفق أهالي السليمانية أنه ليس بالإمكان حتى زيارة مراكز التسوق والمطاعم والمتنزهات دون التعرض لكوادر الباكك. هؤلاء الأشخاص يهددون من انشق عن الباكك من مواطني إقليم كردستان
باكستان. هناك المفقودين والمعتقلين والمختطفين من جانب الباكاكا، وأحد هؤلاء الذين اعتقلوا من جانب الباكاكا هو زكي شلبي، والذي اقتل في 19 أيار عام 22 في سليمانية. يعد تنظيم الباكاكا للصفوف في السليمانية وضعا خطيرا للمدينة والاتحاد على حد سواء. نعم، لم يطلب أحد من الاتحاد مواجهة الباكاكا ومحاربتها، إلا أن أعرف الناس بمواقف الباكاكا القذرة تجاه مخالفيها ومحيطها وغيرها ممن له علاقات مع الباكاكا من الأحزاب والحركات الكردية كان المرحوم مام جلال. المرة ليست الأولى التي تتحول فيها السليمانية لإحدى قواعد الباكاكا ومعاقلها، فهذا المخطط بدأ تدريجيا منذ عام 93 ولغاية 99، واستقرت أسماء مثل جميل بايك أيضا ممن استقروا في السليمانية، وكانت لها العشرات من المراكز الثقافية والفنية والمستشفيات وعشرات الأنشطة والفعاليات كما الآن. كانت الباكاكا آنذاك أيضا تداهم منزل معارض لها في حين تقوم بحماية آخر وتأوي عنده، وذلك لإثارة الخلافات والمشاكل الداخلية للاتحاد. كانت تزاول العمليات اختطاف الأطفال الصغار ومعاقبة الشعب، إلا أن كل شيء تغير بعدها، فاعتقل عبد الله أوجلان، وصدرت التعليمات من تركيا للباكاكا بالاعتداء على الاتحاد ومهاجمته، فأوقعوا بشمركة كردستان شهداء وانقلبت على الاتحاد وحاربته. عام 99 شرع مام جلال بخطوة طرد الباكاكا من السليمانية. حذر الباكاكا فقامت هي الأخرى بمهاجمة بشمركة الاتحاد، ولم يسمح مام جلال بعد عام 99 بفتح أي مؤسسة تابعة للباكاكا في سليمانية أبدا، كما لم يسمح بتواجد أي باكاكي في المدينة. لم يجلب مام جلال الباكاكا لسليمانية رغم ادعاءات الباكاكا المستمرة بوجود علاقات جيدة ومميزة لها مع مام جلال، إلا أن الحقيقة هي أن مام جلال لم يسمح لها بالبقاء في سليمانية وأنه أمسك بلجامها بقوة. عام 2000 شنت الباكاكا هجوما مفاجئا على بيشمركة الاتحاد في قرية علي راشي. الهجوم أسفر عن سقوط عشرات البيشمركة شهداء. استخدمت ألفاظ قبيحة كالفاحشة السياسية بحق مام جلال عبر إذاعات الراديو، حتى وصل الأمر إلى قيام شيركو بيكس بالظهور على إذاعات الاتحاد وقال: لو كان هناك جحش في أورتي فهو الباكاكا، وكان يقول بأن الباكاكا جحش تركيا. كان مام جلال يقول: لو أويت الباكاكا لبيتك وأطعمتها وخدمتها لقدمت إلى فراشك وقالت: هذا فراشي، أخرج من هنا. كان مام جلال أدرى الناس وأعرفهم بالباكاكا. عام 2008 أرسل مراد قريلان رسالة غير مباشرة لمام جلال، التمس منه السماحة لبعض مؤسسات الباكاكا كحزب الحل الديمقراطي الكردستاني. فقال مام جلال لمسؤول فرع رانيا للاتحاد: هناك مقولة حول العرب تقول لا تلقوا السلام على العرب وإلا فسوف يدوسونكم بالأحذية، وكذلك الباكاكا، فما ما قدمت لها من عو ستنكره ولن تتذكر ما قدمته لها، وستأتي لفراشك وتقول: هذا فراشي، فمهما سمحنا لها فستنقلب علينا وتغدر بنا وتقتلنا. ففي حياة مام جلال وعهده لم يسمح إطلاقا للباكاكا بالتواجد في سليمانية. كان موقف مام جلال موقفا صحيحا، وما كان استقرار أوضاع سليمانية آنذاك إلا نتاج مواقفه. أما موقف قيادة الاتحاد الحالية فقد حول السليمانية لجبهة حرب للباكاكا، عقدت أوضاع المدينة وبات الخطر يحيط بها من كل جانب، فتحولت جبال سليمانية لساحة حرب للباكاكا، وتقول الباكاكا لإيران إنها تتحكم بالمنطقة وأنا أقوى من الاتحاد، اجعلوا تعاملكم لي أساسا، وتقول للعراق إنني أؤثر على الاتحاد، اجعل لي محور اهتمامكم، تحاول استثمار فرص الاتحاد والإظهار بمظهر القوة المناوئة والبديلة للاتحاد وفي مناطقه، تطالب بحصتها من اقتصاد الاتحاد، تفرض الجمارك على العديد من المناطق الحدودية كبنجوين وغيرها، تأخذ الضرائب والإيتاوات من الأهالي وأصحاب الحرف. تزداد أوضاع سليمانية الاقتصادية سوءا نتيجة تواجدها يوما بعد يوم، وكأن الاتحاد يقطع الغصن الذي يقف عليه. على قادة الاتحاد أن يعودوا لرشدهم ووعيهم وينقذوا السليمانية من الاضطرابات التي تعصف بها في أسرع وقت. عليهم أن يعرفوا جيدا أنه لن يضمن أحد أن الباكاكا التي تحارب البارتي اليوم من السليمانية لن تنقلب على الاتحاد غدا وتحاربه كما فعلت عام 2000، وتقول له: ليس بإمكانكم إدارة سليمانية فاخرجوا منها. على الاتحاد أن يتحرر من جناح إيران والباكاكا والعودة لإدارة سليمانية واحتضانها من جديد.